وانت سافرت المحل اقول لهم بقى امشي، ما انا قاعد يعني حزين على نفسي، نفسي ابقى موجود طبعا والعب. طبعا خلاص الحلم اللي انا وصلت له ان انا انتقل، تم الانتقال. الحلم اللي انا العب مش قادر اوصل له، خلاص الموضوع خلص. فكان الموضوع دوت يعني عمري ما هنساه لهم ابدا، كابتن خالد عيد وكابتن عبد العظيم الشورى، اهدى واصبر وربنا هيجيبها لك في وقتها. واللي استضافني وعمري ما هنساه له الجميل دوت وائل شكر حارس مرمى غزل المحله. ففي الفتره ديت كنت حزين على اي حاجه بتحصل لي، لدرجه ان انا كان اغنيه الشهيره لحسن الاسمر كتاب حياتي، ان انا كل حاجه بتضيع مني وانا مش قادر اعمل حاجه، وهرجع زي ما اكون انا ما عملتش حاجه وما وصلتش لاي حاجه، انتقلت الفترات بس. ايه اللي نعم؟ كان بيديك القوه وانك تكمل في الفتره دي لما لاعب كده لاعب كوره وشايف نفسه نجم وفجاه يلاقي نفسه؟ اسعد امي وابويا وبس، ده الهدف بس، ان انا هكمل عشان اسعد. هو ما كانش في موبايلات، كان في تليفون. اسمعي كلامي وجع لك قلبك، خلاص انت بتفكريني في حاجات قديمه كابتن. انت شويه ماشي بتدمع، معلش. دي كانت فتره صعبه قوي كده يعني. في الوقت دوت حصل ان قدر ربنا زي ما بيقولوا بقى، مباراة ما بين المنتخب الأولمبي ونادي غزل المحلة في مطرة شديدة، في تأخر الكابتن مصطفى الزفتاوي يبقى متواجد، ومفيش عدد من اللعيبة غير 10 بس، فلازم يحصل مباراة ودية ما بين المنتخب الأولمبي وكابتن الدكتور محمود سعد والكابتن جوهري ضد فرقة غزل المحلة. خلاص الاستغناء بتتكتب وعمرو الحديدي هيمشي ورايح الترسانه، ومع الله يرحمه الحاج صالح العجمي بتاع نادي الترسانه، وهيدفع الشيك وهاجي، والكابتن مصطفى رياض، والموضوع خلص خلاص انا همشي. فكابتن قال لي طب العب معانا شوط لغايه اما يجي.